الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووجه الرئيس السيسي باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية. كما وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديث الولادة من قطاع غزة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، تناول تطورات أزمة قطاع غزة. وذكرت الخارجية في بيان أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة، حيث أكد شكري ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر وإقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة للقطاع، وذلك مع توضيح أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. من جانبه أعرب بلينكين عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، كذلك دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج الرعايا الأجانب. كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني حول الأوضاع في قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من معاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات. كما شدد شكري على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن السكان يواجهون احتمالا مبشرا للموت جوعا في قطاع غزة. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية ساندي ماكين في بيان إنه مع اقتراب فصل الشتاء والملاءات غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة يواجه المدنيون احتمالا مبشرا للموت جوعا. وذكر برنامج الأغذية العالمية أن نقص الوقود يعرقل أيضا إيصال الطعام، وذلك بسبب عدم قدرة الشاحنات على الوصول للمدنيين بسبب نقص الوقود، مضيفا أن الأغذية التي دخلت غزة لا تكفي إلا لتلبية 7% فقط من الحد اليومي من احتياجات السكان. تبنى البرلمان النرويجي قرارا يدعو الحكومة إلى الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. وقدم الائتلاف الحاكم في النرويج هذا الاقتراح لمواجهة قرار قدمته الأحزاب الصغيرة يدعو إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. وجاء في القرار الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة في البرلمان أن البرلمان يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عندما يكون للاعتراف تأثير إيجابي على عملية السلام دون جعل اتفاق السلام النهائي شرطا. أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي التصويت على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال رئيس اللجنة فؤاد أقطاي إن اللجنة ستجري مزيدا من المحادثات، وقد تعين أو تعيد مشروع القانون إلى جدول أعمالها الأسبوع المقبل، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا واضحا. وأضاف أقطاي أنه لكي يوافق جميع المشرعين على عضوية السويد في الناتو فإنه يجب أن يكونوا مقنعين تماما. التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بعدد من الجاليات المصرية في أوروبا وكندا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال اللقاء أشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي إلى إنجاز القيادة السياسية في ملف المصريين في الخارج من ناحية إطلاق المبادرات المختلفة لتلبية مطالبهم وتسهيل التواصل معهم، كما تمت مناقشة بعض المسائل التنظيمية خاصة مع
قرب موعد إجراء الانتخابات في الخارج. من جانبها ثمنت الجاليات خلال اللقاء إنجازات المرشح الرئاسي للمصريين بالخارج واهتمامه غير المسبوق بتقديم مبادرات لهم.